التواصل يستمر، الانطلاقات تتوالى على قدم وساق كما اعتدت جماهيرنا من شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر، واعتدت على ميدان المرموم انطلاقات بداية الموسم بدأ خلاص. انطلقنا مع هذا السن، سن الحقائق، انطلقنا الذي في الأسابيع الماضية نقول فطامين، ولكن خلاص سهيل وشهر 9 وهذه الحقائق اللي سوف تواصل مسيرتها. انطلق الشوط 20 في أشواطنا صباحي هذا اليوم، يحمل الجعدان مشاهدينا الأعزاء الحقائق. نباشر المقدمة، ننطلق مع زملائي المعلقين للمتابعة للوصف للتدقيق من الجميع في عربة النقل. نسير مع المركز الأول، النشمي أسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي، هذا قادم من الباطنة، ومبركة بالذات في السلطنة في الباطنة. يتقدم الرشيدي على المقدمة، يلي في المركز الثاني سياف مسلم بالزفنة بن مسلم العامري، يتقدم كذلك ومتابع مركز بو مسلم. المركز الثالث في هذه اللحظات الصداوي، الله عليك يا بن رفيعة، الله عليك يا بن رفيعة، منطلق مع بداية الموسم، هنا يالك يا أخوي، هنا يالك مركز. المركز الرابع متعود عبيد بن محمد بالضبيعة في رابع المراكز، تدخل في هذه اللحظات محمد بن عتيج المتمرس بالإنجازات، الرداع يقدم الرداع في هذا الاندفاع، بينما هناك الوصول مشاكل، سهيل بن مبارك بن عامر الحبسي يسعد الله صباحك وتهانينا له على الفوز الشاعر في هذا الصباح والانطلاق الجميل والتوقيت الجميل كذلك والمشاركة. شوف الدخول في هذه الأحلات مياسة، سهيل بن حمد بن يطبع أو سهيل أو حمد بن سهيل بن غراب، هذا بن غراب وصل في هذه اللحظات. يا سلام، ولكن محمد بن غنام الهاملي ايضا يتواجد. اعود مع ال 400 متر الاخيره، شوف اللي غيرت وبدلت، اللي غير الصيرمي نعم في الجعدان، الصيرمي غير على مقدمه الشوط محمد بن سهيل بن سالم الخيالي على المقدمه من الجانب الاخر، ولكن هنا ايضا سليل مبارك بن عامر بن علي الوهيبي، ولكن يعود على اللي انفرد. أهل رماح أسعد الله أوقاتكم بكل صباح. الصيرمي محمد بسهيل بسالم الخيالي انتزع ناموسي هذا الشوط. حلف المركز الثاني النشمي أسعد بسعيد بن خلفان الرشيدي. المركز الثالث، أعطوني أرقامه، الثالث اللي حلف المركز الثالث المبارك بن عامر بن علي الوهيبي، والمركز الرابع مشاهدي الأعزاء اللي وصل في حصاد للسلطان بن راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي، والمركز الخامس أحمد بن عبد الله بن رفيع. هكذا النتيجة، نعود للتوقيت في هذه المتابعة مع مخرجنا ومتابعينا والانطلاقات الجميلة. دقيقتين التوقيت الزمني وخمس وخمسين ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهنينا هذا الصيرمي محمد بن سهيل بن سالم الخيالي اللي حمل السلامات لأهالي رماح في هذا الصباح. التوقيت المركز الثاني دقيقتين وسبع وخمسين ثانية وجزين من الثانية من حلة في المركز الثاني النشمي لأسعد بن سعيد الرشيدي. المركز الثالث دقيقتين 57 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، هذا اللي هو مبارك بن عامر بن علي الوهيبي اللي قدم لنا سليل، تهانينا والنوم.